أعتقد الأسلوب الذي اتبعته المملكة العربية السعودية هو الأسلوب الأنجع في كل هذه الأمور، اللي هو من خلال الحوار والمواجهة المباشرة والتحدث مباشرة مع الأطراف المختلفة، إن كان مع إيران أو مع الحوثيين أو مع أي جهة كانت قد يكون لها تأثير على الأوضاع. فدائما الحوار هو الطريق المفضل لدى المملكة العربية السعودية، بدلا من استعمال العنف أو عسكرة الأمور كما يقال. والتالية وهي أنه كان هناك يروج لادعاءين أو تخيلين قبل أحداث 7 أكتوبر. الأول هو أن القضية الفلسطينية لم يعد لها أهمية لدى ليس فقط الدول العربية ولكن أيضا في المحيط الدولي بصفة عامة. التخيل الآخر هو كان استمرار وجهة النظر بأن إسرائيل قدراتها الأمنية ليس هناك من يستطيع أن يتخطاها أو يؤثر فيها من أي مكان كان. فهذا التخيلين انتفيا بعد أحداث 7 أكتوبر، وبالتالي دخلنا في الآن مثل ما تفضلتي التهديدات التي تواجه المنطقة بصفة عامة، لأن ما يحدث في غزة لا يبقى في غزة، ما يحدث في فلسطين لا يبقى في فلسطين. ونجد البحر الأحمر وغيره من الأماكن أصبحت الآن مصدر للإزعاج وللأخطار التي تواجهها ليس فقط الدول العربية ولكن أيضا دول العالم بصفة عامة. فالعالم العربي ليس هو الوحيد الذي يواجه هذه الأخطار، وبالتالي ما حدث من قمم عقدت في المملكة العربية السعودية إن كانت على مستوى دول الخليج أو العالم العربي أو العالم الإسلامي كان هو رد الفعل الطبيعي لمحاولة مواجهة هذه الأخطار. واللجنة التي شكلت من القمتين الإسلامية والعربية لتجوب العالم لإيجاد حل القضية الرئيسية لدينا وهي قضية فلسطين، والتي لها تأثيرها كما نشاهد في كافة الجهات وكافة المحيطات التي تحيط بنا، هو النشاط الذي تقوم به الدول العربية. والله أنا زي ما ذكرت يعني هذا التخيل الذي كان قائم أنه إسرائيل لديها من الإمكانيات التي تجعلها لا تقهر ولا يمكن المساس بأمنها سقطت هذه التخيلات. فأصبح الآن هناك أزمة في وجدانية في الشعب الإسرائيلي نفسه. صحيح. الذي كان أقنع من قبل قياداته بأنهم هم قادرين أن يحموهم من كل أخطار قد يواجهوها ومن كل تداعيات للقضية الفلسطينية، ويتمتعوا بحياة رفاه وهناء دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية. فالحل سيأتي في هذا الأمر من الشعب الإسرائيلي. لابد أنهم هم يفكروا في القيادة التي أتت بهم لهذه المشكلة العويصة النفسانية الآن والوجدانية التي تواجه الشعب الفلسطيني، والذي آخر الاستطلاعات حسب ما قرأنا وسمعنا مؤخرا في إسرائيل أن شعبية هذه الحكومة أصبحت الآن معدومة لدى الشعب الإسرائيلي. فعليهم أن يغيروا قيادات.